خبر عاجل ومهم، فروقات العلاوات والترقيات لمنتسبي الشرطة الاتحادية. ألف مبارك مقدما بإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من قبل السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، وتوجيهات سيادته المستمرة بضرورة متابعة حقوق مقاتلين الأبطال. تعلن مديرية الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن المباشرة بصرف فروقات العلاوات والترقيات لضباط ومنتسبي قياداتنا البطلة ابتداء من هذا اليوم الخميس المصادف 28/12/2023. تحياتي الإعلامي علي الدلوي.